إذا كان لابد من تجسد الله لفداء الإنسان، فلماذا لم يتجسد الله مباشرة بدلا من إرسال ابنه يسوع المسيح؟ أرجو أن يجد هذا السؤال اهتمام قدسك. اللي عايز أقوله لك، لماذا تفصل بين الله وبين ابنه يسوع المسيح؟ لماذا تفصل؟ ما ابن يسوع المسيح هو نفسه الله، ليه بتفصل؟ تقول امال يعني ايه ارسل الله ابن؟ عايز اقول لك كلمه بسيطه فدي على رواقه كده، خدها معايا واحده واحده، عايزه تتفهم على رواقه. القديس أثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة قال الآتي، قال إن الإنسان أخطأ فأصبح يستحق حكم الموت، فإن لم يمت لا يكون الله صادقا، لأن قال له يوم تأكل من شجر موت تموت، ولا يكون الله عادلا، لأن سوى بين حالة الخطية وعدم الخطية. وإذا مات الإنسان يكون دي ضد رحمة الله وضد حنانه وضد قوة الله، كأن الشيطان انتصر على الله في معركة، وإن ربنا خلق الإنسان كأكمل شيء في المخلوقات ذوات الأجساد، ويجي الشيطان يلخبط له كل حاجة، ويبقى أيضا ضد حكمة الله، لأنه كان خيرا للإنسان لو لم يخلق من أنه يخلق لكي يموت. يبقى المسألة تتحل إزاي؟ يحلها عقل الله وحكمة الله، والابن هو أقنوم العقل وأقنوم الحكم، الأقنوم الثاني. ولذلك في كورنثوس الأولى إصحاح 1:24 يقول المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله، فحكمة الله اللي هو أقنوم الكلمة اللي هو اللوجوس اللي هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل تدخل في الموضوع لحله. يبقى زي ما نقول الله أرسل عقله، أرسل معرفته، أرسل حكمته لكي يفدي الإنسان، يعني مش مسألة صعبة، والله وحكمته حاجة واحدة.